هنجرب. اطلع انت بقى نام، وبكره الصبح نروح نجيب لنا عربيه معتبره كده عشان نروح نستلم بيها المسابك. وانت تروح فين؟ لا انا هروح بقى شقر على المعلمه انشراح، انت عارف الست غلبانه يعني وقاعده لوحدها، مش واجب برضه؟ واجب يا صاحبي. حبيبي. بتشقى يا صاحبي. ايوه جاي اهو، واحد ما يعرفش يريح. ازيك يا بنت يا سارة؟ ان شاء الله تسلم يا معلم، وحياة النبي كان قلبي حاسس ان انت، ما هو محدش بيجي لنا بالليل غير حبيب قلبي يا ابو قلب رهيف. انت يا معلمه نمت ولا ايه؟ لسه طالعه اوضتها، تحب اطلع انا صحيها ولا تطلع انت؟ لا عندك انت، اطلع انا صحيها. حبيب قلبي انت يا بتاع الليل واخره يا حنين. يعني زهزهت بالقوي يا زين؟ شكلها كده يا بركه. ان شاء الله قريب قوي اروح اجيب دعاء وارجعها الحته بقى، احقق لها كل اللي بتحلم بيه، واصحابها من الكباريه والقرف اللي هي عايشه فيه ده. ربنا ينولك اللي في بالك، انت متهور صحيح بس ابن حلال. بس بقول لك ايه، اوعى بقى انت والواد حربي بقى تنشغلوا في المسابق دي وتسيبوني، انا ما اقدرش اعيش من غيركم يا زين. ايه ده الهبل اللي انت بتقوله ده؟ انت معانا على طول يالا بركه، رجلك على رجلنا وايديك في ايدينا على طول، عمرنا ما نستغنى عن بعض يالا. ربنا يخليك ليا يا زين، دايما جابر بخاطري. اصل انت وحرب اللي طلعت بيكم الدنيا دي. حبيبي يا بركه. بالهنا والشفا. انا من ساعه ما سمعت خبر ابضاي وانا قلت رشوان ورا الحكايه. مفتري وسافر ويده طايله. رب الكبيره معلمه، بيسلط ابدان على ابدان. بس هو غرف قالوا مصيبه. محدش عارف يا معلمه، اختفى خالص رشوان ده. بيقولوا يعني انه هج وهرب بره البلد. 60 داهية يكشي يغور ما يرجعش. بس ما تعرفش المسابق بتاعته مصيرها ايه دلوقتي؟ وانا بقى جالك عشان كده معلمه لا مؤاخذه يعني. اصل انا وزين عقبالي عندك يعني اشترينا المسابق. اشتريتوها؟ ازاي؟ واشتريتوها منين؟ فاكره يا معلمه المقاول اللي اسمه عنتر اللي كنت جبت من عنده نقطه الخرده التقيله دي؟ ماله ده؟ انا وزين بقى عملنا معاه كام نقله حلوين قوي، وطلعنا من وراه بقرشين كويسين. قوم لما رشوان خلع وساب المسابق كده من غير صاحب، قمت انا وزين راشقين على طول واشتريناها، دفعنا المقدم وعنتر يعني ضمننا بالباقي. حربي انت بتتكلم بجد ولا بتهزر على المسا؟ وده منظر واحد بيهزر يا معلمه، بقول لك اشترينا المسابق ودفعنا المقدم وهنستلمها خلاص. طب هتدفعوا باقي تمنها منين؟ اهو ربك بيرزق بقى، مسابك هتشتغل وتدور وتجيب، ومن رعها يعني هنسدد بقى الباقي بتاعها، وهو يبقى من دقنه وفي تله يعني. قول كده بقى، يعني انت وزين ناويين تسيبوا الشغل عندي؟ تسيبوني وتخلعوا يعني؟ ازاي معلمه؟ ما ينفعش خالص، ما نقدرش نعمل كده، واحنا نقدر نستغنى عنك برضه. ما انت كلامك هو اللي بيقول كده، وانا جبت كلام من عندي. يا معلمه دي سبوبه ما كانتش على البال ولا على الخاطر، ممكن تخلي البليه تطلع لفوق والكيكه تطلع في العالي. وانت وسيزين بقى هتعرفوا تديروا المسابك دي ولا هتخربوها وتجيبوا اجلها وهات ورا هات؟ امال انا جيت لك ليه يا ست الكل؟ البركه فيكي بقى. تقصد ايه يا واد؟ قصدي يا معلمه ان انت ست المعلمين وعجنه سوق وخبزه ودهزه كويس قوي، والحديد ده لعبتك، فمش هنلاقي يعني احسن منك يدير المسابك ويمسكها. جرى ايه يا حربي؟ انت اتجننت في دماغك ولا ايه؟ هي القوالب نامت والنصاص قامت، تلف الايام وتجيب ورا وقدام عشان انت وسيزين تشغلوني انا عندكو؟ حاشا الله يا معلمه، ما تقوليش الكلام ده، محدش يستجرى يقولها ببقه حتى. ده انت معلمه المعلمين وست الكل واكبر راس في المنطقه كلها، انت هتبقى على راسنا من فوق، وكلمتك نافذه على الكل، وانا وزين اولهم. واحنا يعني يا معلمه مهما علينا ولا حاجه، احنا برضو رجالتك ولحم كتافنا من خيرك. اظبط كلامك كده واتظبط معايا. مستودع الخرده يا اخويا هعمل فيه ايه؟ مستودع ده خلاص يا معلمه، مبقاش من مقامك بقى. يعني ايه؟ اقفله؟ ابيعه؟ اوديه في انه داهيه؟ لا ده ولا ده، احنا هنسيبه للواد بركه يمسكه ونجيب له اي حد يساعده. حد زي مين؟ اي حد يعني، ممكن عم نوفل ابو دعاء مثلا، راجل امين وتابعنا ويحب يخدمك بعينيه، ويعني هتبقى الخير هيعم على الكل. توردي مثلا ايه للمسابك من المستودع بتاعك الخامات بالسعر اللي انت عايزاه، ويعني هتبقى مصلحة واحدة عشان الكيكة تطلع في العالي بقى. طب لو حبينا نمشي الكلام ده نمشيه من امتى؟
احنا بكره الصبح ان شاء الله هنروح نمضي ونستلم المسابق، وساعة ما نستلمها هتبقى انت المديرة وكلمتك نافذة على الكل. انت حاسبها في دماغك يا حربي ومرتبها على الاخر؟ ما اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات يا ست الكل. ها قلت ايه؟ قلت عايزه افكر. دوختني، خليتني الف كده حوالين نفسي وانا قاعده جنبك، وديتني دمياط ورجعتني. بتدوخني ليه؟ سلامتك من الدوخه يا ست الكل. قولي على البركه بقى. طب حربي سيبني افكر شويه، ده موضوع كبير يا معلمه. ده مصلحه حلوه والخير هيعم على الكل وهنطلع لفوق. نفسك يا حربي، نفسك تطلع لفوق 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 قوي. نفسك. تعبت من العيشه اللي تحت يا معلمه، وشفت كتير قوي في دنيتي. مش معقول يعني لما الواحد تجيله فرصه تنطره لفوق يقول لا. بركي بقى، بركي عشان قلبي يرتاح. انا مش هبارك ولا هوافق غير لما توعدني بوعد الاول. اوعدك بايه؟ اوعدني يا حربي ان مهما عليت وعليت وانا عارفه انك هتعلى لفوق، ما تخليش حاجه تاخدك مني. ده انا اوعدك وابصم بالعشره ان عمري في حياتي ما ابعد عنك ابدا. اكرم. ها؟ انا رايي تقول لرؤوف يصرف نظر عن موضوع اماني ده خالص. ليه؟ هي قالت لك ان هي مش عايزاه؟ يعني مش بصراحه. هي فزوره؟ من غير ما تتنرفز وتزعق. الظاهر ان اماني في حد تاني في حياتها. قالت لك مين؟ لا. امال انت عرفتي ازاي؟ احنا ستات زي بعض وبنفهم بعض كويس. اكرم مالك؟ مفيش حاجه. ما تقلقش، تلاقي حد من زمايلها في الشغل ودلوقتي بيرتب اموره عشان يجي يتقدم لها، وبعدين هنعرف كل حاجه. تصبح على خير. وانتي من اهل. اش اش اش، ايه ده كله؟ ايه ده كله يا رجاله؟ كله من فضلة خيرك يا معلمه. اتفضلي يا ست الكل. لا ولايقه عليكم. لا. كأنها معمولة علشانك يا حرب. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي يا معلمة، اتفضلي. فاكر هذا زين أول مرة دخلنا فيها المسابق دي؟ حاجة تتنسي يا عم حربي. ده احنا يا دوبك عدينا من جنبها وخايفين لحد القطمة. ولما دخلناها دخلناها زي الحرامية بالظبط عشان نسرق تريلا ونجيب حق المعلمة. فاكرة يا معلمة؟ ودي حاجة تتنسي؟ بس النهاردة داخلينها معلمين، وأحلى تعظيم سلام ليكوا وأنتوا داخلين، صح ولا لا؟ واقفة ليه يا معلمة؟ ما تيجي تتفضلي اقعدي. المكان ده كله بقى بتاعنا خلاص. اقعدي يا معلمة، نوري مكتبك. أنا أقعد على المكتب ده؟ أيوه طبعًا. أحلى معلمة في مصر كلها. الله الله الله، إيه القبهة دي كلها؟ وبكرة مين عالم إحنا رايحين فين إن شاء الله. بعد إذنكم يا أساتذة. اتفضل. إبراهيم محمد خلف، المدير التنفيذي للمسبح، ودول إخوة رؤساء الأقسام، شؤون قانونية، شؤون فنية، شؤون هندسية، إلخ إلخ إلخ. أهلا، أهلا أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، إحنا جايين نهني ونبارك. ونتعهد امام الله ان احنا نحط ايدينا في ايديكم عشان المسبك يحقق اعلى ايرادات من الارباح. متشكرين يا استاذ ابراهيم، هو ده يعني العشم برضه. ربنا يخليك. في حاجه يا استاذ ابراهيم؟ بصراحه يا فندم في بعض المشاكل الصغيره كنا عايزين نعرضها على سيادتكم. خير يا استاذ ابراهيم؟ الوضع المالي يا فندم للمسبك لا نحسد عليه، رشوان بيه قبل ما يمشي سحب من خزنه مبالغ ماليه كبيره جدا. وده أثر على السيولة المالية لصرف المرتبات للعمال والموظفين الشهر ده. والموردين رافضين يوردوا لنا الخامات. والإنتاج دلوقتي شبه واقف. وناس كتير من العملاء بيهددوا بفسح عقودهم معانا. ده غير فوائد البنوك المتأخرة والتأمينات الاجتماعية ما اتدفعتش. والعمال متضايقة وبيطالبوا بزيادة الأجور. من الآخر يا أساتذة، الموقف المالي للمسبك لا نحسد عليه، ولما كنتوش هتاخدوا قرارات حازمة المسبك هيضيع مننا. نسيت اعرفكم بالمعلمه انشراح. معلمه انشراح هي المديره التنفيذيه الجديده ورئيسه مجلس اداره المسابق كلها. وهي ان شاء الله اللي هتقعد معاكم بقى وتدرس كل الكلام اللي بتقولوا عليه ده، وبعد كده تعرضوا علينا في مجلس الاداره، ساعتها نبقى ناخد بقى القرارات اللازمه. طيب بالاذن احنا بقى معلمه، احنا معتمدين على ربنا وعليك. ها شد حيلك.
يلا بينا زين. يلا عم حربي يلا يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة. استعنا على الشعب الله. هاي يا سادسة، ايه مشاكلنا بقى؟ مشكلة تلو المشكلة.